السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده انا عايزه اعمل كيكه، وعماله كل شويه اشيل البيض وادخل البيض واشيل مش عارفه ايه عشان ما فيش وقت. المهم صارت المقادير مع بعض على طول كده. عندي 3 بيضات، عندي عليهم كيس فانيليا. قبل ما ننسى الموضوع اهو، طيب عندي ايه تاني؟ عندي ربع كوبايه حليب، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه سكر، تمام. وعندي كوبايه الا ربع دي عليها معلقتين كاكاو. طيب هنيجي كده كده اهو زي ما احنا شايفين، نحط الكلام ده كده. الكيكه كلها سهله بس انا مش فاضيه، بس انا مش عارفه عايزه اعملها. كمان رشه ملح، رشه ملح بس كده. الكلام ده كله كده وهنيجي على الحاجات بتاعتنا نقلبها. لازم يا جماعه يتقلب عشان البيكنج باودر يتوزع والملح يتوزع والدقيق مع الكاكاو يندمج. واحنا دلوقتي بنتكلم وبنعمل الكيكه السهله دي بنولعين الفرن، تمام. خلاص كده خلص الموضوع، خلص الموضوع. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب البوله الجميله دي، ادي البيض عليها بالفانيليا، وادي السكر. خلاص نوسع الدنيا كده. طيب عندنا الفورمه بتاعتنا دهنينها زبده، مبطنينها بالزبده. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حاسه ان في حاجه ناقصه في المقادير، معلقه خل. فكروني عشان لو انا نسيت، فكروني لو انا نسيت. وادي الزيت، وادي اللبن، تمام. وهنضرب وندمج مع بعض كده. هي المفروض تنضرب في الخلاط بس انا بصراحه ما فيش وقت ولا خلاط ولا غيره. ان شاء الله كده. ايه، نحط معلقه خل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة الخل عشان الرفع، تترفع يعني ان شاء الله كويسة. ان شاء الله باذن الله تترفع وتبقى حلوة باذنك يا رب. طبعا احنا بنعمل في الكيكة بتاعتنا دي والفرن بتاعنا شغال. تقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد نص ساعة او 25 دقيقة، درجة حرارة 180. اهي اعتقد انها ايه، حلوة كده. بس يا جماعه نروح نحط الكيكه بتاعتنا الحلوه دي في الفرن، تمام. ولما تستوي هن ايه نشوفها مع بعض. اه يا جماعه، الكيكه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن وبردت اهي، عايزه اوريها لكم. لازم تتاكدوا انها اهي، شايفينها انا قلبتها على ظهرها كده، بس حبيت اتاكد انها سالكه، تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ رجعها تاني كده وحط عليها الفورمة بتاعتها واقفلها. وعندي هنا كوباية لربع لبن، هحط عليها معلقتين تلاتة كاكاو من اللي هو المحلى مثلا اهو. اللبن بارد والكيكة طبعا باردة.
هسقي هشر هحط اللبن ده على الكيكه عشان تطرى وتشرب منه. تمام، نسيت افتحها كده عشان مش نسيت خالص. اه نسيت ان انا افتحها لو عشان الخشب بتاعت الشاورما دي عشان ال ده مش ولا ظريفه اهو. كده خلاص شويه دول كده خلاص مش هبقى بحطها الا الا من الكيان ده عشان كده عشان كده انا هحط الجزء الثاني فوق منها ما مت... ايه ما تشربوش هسيبها كده شويه وايه هروح نعمل الجزء الثاني بعدين. بص يا حبايب قلبي، طبعا انا هسيب دي كده ايه تشرب من اللبن البرتقالي لحد النهارده، واحط دول كيسين. كيسين ايه دول؟ كريم كراميل، بودره الكريم كراميل. احطهم في ايه، في كوبايتين اللبن دول. الاول هدوبهم على في اللبن بارد كده معايا. كمان ايه معايا؟ مكعبين ثلاثة زبدة اللي المفروض بتحط لها قشطة، بس انا صراحة ما عنديش قشطة. ماشي، ومعايا نص فنجان كريمة، دي كريمة طهي كانت عندي. القشطة او الزبدة او كريمة الطهي كلها مجموعة دهون يعني، هو ده اللي موجود عندي، فهشتغل بيه ان شاء الله هتطلع كويسة بإذن الله. طبعا ده لازم يدوب على البارد عشان ما يكلكعش لما ايه نحطه على النار. اه يا حبايب قلبي، الكراميل بتاعي او الكريم كراميل غلي، حط له الكريمه وحط له الزبده بتاعتي. معايا بكوين بسكوت من البسكوت ده، وهو سخن كده احطه عليه، هيهدى شوية وبعدين اضربه في الخلاط. تمام، اهو المحتويات بتاعتنا هنضربها في الخلاط اهي. الكيكة بتاعتنا هتبرد ماشي عشان الخليط ده سخن، وبعد ما تبرد خالص هندخلها في التلاجة، هنشوف بقى ساعتين تلاتة على حسب ما تاخد ماشي، وبعد كده هنشوف هنكمل ازاي.
الكيكه طعمها جميل جدا، سكرها مظبوط، والمقادير اللي انا حطيتها اي نعم هي مختلفه عن الكيكه الاصليه، مقادير الكيكه الاصليه، بس والله حلوه جدا، جربوها. السكر بتاعها مظبوط جدا وجميله جدا وسهله ومش مكلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.